بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم على قناة مستر يوسف عزاد لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مسرور معك في حل مجموعة تدريبات عن منهج بتاعك عام 2022 من المعاصر للعام 2022. مرحبا طلاب الصف الأول الثانوي، من كده ترحيب بك تاني، وبنقول لك إن إحنا إن شاء الله مستمرين مع الوحدة 8، مستمرين مع الفوكابلري، بس النهاردة إن شاء الله نشتغل على الميني تيست اللي جاي على الفوكابلري، وعندنا تحديدا 5 ميني تيست، بدايتهم إن شاء الله على صفحة 66، وهنبدأ بالعنوان الأولاني من التست الأول، عنوانه collocations أو المتلازمات اللفظية. وإحنا خلاص سبق وحكينا عن النقطة دي، يعني متلازمات، متلازمات يعني أفعال وأسماء بتيجي مع بعضها. وصحيح على بركة الله، نبدأ أول جملة بتقول لك في المرة دي في الجمل لحد من واحد لثلاثة هنختار إجابتين، وبعد كده هتبقى إجابة واحدة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. The verb make، الفعل make، make المعنى الحرفي ليه، المعنى الحرفي ليه يصنع، تمام، لكن لما بندخله مع حاجات تاني معنى بيختلف شويه. collocates with بمعنى يعني collocates with، collocates بمعنى يتلازم مع، يعني ينفع اجيبه مع ايه من دول؟ research بحث، a mistake خطا، survey دراسه مسحيه لجمع معلومات عن شيء معين، ولا the shopping التسوق، ولا progress اللي بيقولوا عليه تقدم. طيب انا عندي الفعل make ينفع مع make a mistake بمعنى يقترف خطا او يرتكب خطا، أو make progress بمعنى يحدث تقدم أو يتقدم في شيء ما. اتنين بيقول لك فيها exercise is something that can be. exercise معناها تدريب. طيب هو عبارة عن شيء يمكن إيه؟ had ولا gone ولا done ولا taken ولا caused. التدريب له احتمال من اتنين، ممكن أقول do exercise ماشي، أو ممكن أقول take exercise، الاتنين ينفعوا، يبقى إما do exercise أو take exercise. نتحرك مع الجملة رقم 3 ولا فيها learning a foreign language takes، تعلم اللغة الأجنبية، أي لغة أجنبية. كلمة take المعنى الحرفي ده يستغرق. طيب يستغرق إيه بقى؟ takes إيه بقى؟ time وقت، part جزء، the place المكان، years سنوات، و buttons بمعنى أزرار. هقول learning a foreign language takes time أو years. طب في الجزء اللي عدى يا شباب احنا كنا بناخد اجابتين مع كل جمله. نتحرك مع العنوان الثاني، نخليه هو اللي ظهر قدامك عشان كده خلاص نلفت انتباهك ان احنا خلاص بدايه من الجمله رقم 4 عندك مع العنوان 2. خد المره دي هنختار اجابه واحده بس من الاربع اجابات الموجودين. بقول لك يا ابراهيم I wish I knew what has، اتمنى او كنت اتمنى ان اعرف ايه اللي كذا، all these problems كل هذه المشكلات to happen ان تحدث. طيب نقول ايه هنا؟ هو نقول had ولا caused ولا found ولا went. اللي يناسبني في الجمله اللي قدامي هي caused. ليه يا عمي؟ لان عندي حاجه اسمها cause a problem. cause a problem بمعنى يسبب مشكله، هذا المعنى الحرفي ليها يمتلك ده الماضي منها. وfound وجد، ولو استخدمتها كفعل في المصدر بمعنى يؤسس دي حاجه تاني. وwent بمعنى ذهب. انا عايز caused بمعنى سبب. اجابه صحيحه في الجمله رقم 4. 5 بيقول لك فيها it is good to، ماشي من الجيد كذا، لسه مش عارفين اللي هيحصل. A comment expressing، comment بمعنى تعليق، expressing بمعنى يعبر عن، your opinion وجهة نظرك، under the post تحت ايه؟ البوست ايه اللي معمول. طيب نقول leave ولا do ولا get ولا take؟ انت عندك حاجة اسمها leave a comment. leave a comment بمعنى يترك تعليق، كده كأنه بيقول لك ايه write a comment، يعني تكتب تعليق. 6 بيقول لك فيها we are trying to، احنا بنحاول ايه؟ كمل يا عمي. A reasonable answer، reasonable answer معناها اجابه معقوله او رد معقول. To this question، لهذا السؤال. طيب يبقى احنا عايزين ايه؟ Do a reasonable answer ولا cause ولا find ولا go؟ اللي يناسب reasonable answer عندك find، عشان اقول ايه؟ find a reasonable answer بمعنى يجد اجابه او يجد رد معقول. سبب لك فيها the advantages that the new application، المميزات اللي في الابلكيشن الجديد مالها بقى؟ make it very، يجعله جدا بقى valuable، بيجعله ايه؟ قيم جدا. طيب ايه الابلكيشن ايه اللي فيه ده؟ offers بمعنى يعرض او يقدم زي ما بيقولوا، presses دي جايه من كلمه يضغط وتيجي يعني خليها بريسس بمعنى يضغط، لان لو استخدمناها كجمع بمعنى صحافه او صحف انا عايزها دلوقتي كفعل. عندي ميكس يصنع وعندي فاينز يجد. انا هقول اوفرز عشان تبقى الجمله على بعضها. The advantages that the new application offers عشان يبقى معنى الجمله، المميزات التي يعرضها، عايز اقول لك انه اللي بيقدمها يعني. الابلكيشن الجديد
فيها حاجات فاليبل كويسة جدا. نتحرك مع جملة رقم 8 كمان عشان نشوف منها رقم الصفحة اللي احنا شغالين عليها 66، بيقول لك فيها He was surprised when I told him how badly his son has كذا in the exam. عايز اقول لك ان هذا الشخص اندهش لما اخبره بقد ايه اداء ابنه في الامتحان ما كانش كويس او كان سيء زي ما بيقول. طيب المهم عندي ايه اللي يناسب هنا الجمله دي؟ اقول left ترك دون ادى او فعل got حصل على وتيكن التصريف بتاع ابن فعل ياخذ. طيب هنقول دون ليه؟ انت عندك حاجه اسمها do badly in the exam. do ده الاصل بتاع الصياغه. طيب ايه؟ حد يقول يا مستر طب الصياغات احنا كنا واخدينها بطريقه، يعني انت بتقول ايه؟ do badly in the exam. طب الصياغه متلخبطه، يعني متقدمه ومتاخره فيها كلمات عن بعضها، المفروض ان دول الاول وبعد كده badly وبعد كده in the exam. ليه قدم مؤخر في الصياغه؟ مفيش مشكله عندي، ودي فرصه ان احنا نقول لك ان التقديم والتاخير في المصطلحات ان جزء منه يسبق الاخر مش هيعمل مشكله، المهم ان انت تقدر تصطاد المصطلح من الجمله. ودي يعني ايه كلمه تصطاد؟ دي كلمه مقصوده، كلمة تصطاد المصطلح من الجملة اللي متجابة دي أنا أقصدها تماما علشان تكون يقظ الذهن طول الوقت وعينيك على الجملة بتجيبها من أول حرف لآخر حرف بإذن الله عشان ما تهربش منك حاجة. نتحرك مع الجملة رقم 9، بيقول لك فيها as a student. كلمة as هنا بمعنى ك، يعني عايز أقول لك كطالب، يعني أقول لك في المرحلة اللي كنت فيها طالب يعني، أو حتى إن كانت مضارع دلوقتي أنا كطالب. إيه يا عم؟ I don't have enough time to، ما عنديش وقت كفاية لإيه؟ online for fun اللي هو على الانترنت في بهدف الدعابه يعني او الترفيه عن النفس. have ولا cause ولا find ولا go، انت عندك تعبير اسمه go online. go online معناها يدخل على الانترنت، يعني دي ابسط حاجه ممكن نقولها عليه. ما ينفعش اقول have online، ما ينفعش اقول cause، ما ينفعش اقول find. عشان بقول لك فيها teachers المعلمين، مالهم يا عمي؟ specific examples امثله محدده to make their points clear عشان يخلي النقاط اللي بيقولوها للطلبة واضحة. طيب المعلمين بيعملوا ايه؟ press يضغط ولا give يعطي ولا do يفعل ولا cause يسبب؟ give specific examples بمعنى يعطي أمثلة محددة. هذا شو بقولك فيها؟ when he first visited Cairo، عندما زار القاهرة لأول مرة. he كذا lost، عايز اقول لك تاه يعني. طب نقول ايه؟ left غادر، did فعل، got المعنى الحرفي ليها حصل على، took المعنى الحرفي ليها اخذ. طيب انا هقول ان الاجابه got. الله مستر، طب انت لسه قايل لنا ان got معناها حصل على او حصل على تاه اللي هي got lost يعني؟ لا، يتغير معنى got هنا ماشي ويبقى حاجه تاني. got lost يبقى معناها تاه، وتلاقي ترجمه got اختفت، تلاقي ترجمه got ايه؟ اختفت. ماشي، نتحرك مع صفحه 67 علشان نكمل التدريبات اللي جايه على الفوكابلري. والعنوان الثاني بيقول لك ميني تيست 2 جاي على ايه بقى؟ جاي على السينونيمز اند انتونيمز، المترادفات والمتضادات. يبقى التدريب ده هنشتغل فيه مترادفات ومتضادات. نبدا بالجمله الاولى. Increasing air pollution، زياده تلوث الهواء، is one of the disadvantages، واحد من عيوب of this factory، هذا المصنع. طيب the word disadvantages، كلمه عيوب دي، here is antonymous with متضاد، عايز اقول لك تعمل تضاد مع مين في دول؟ تضاد مع مين؟ merits مميزات، upsides نجاحات، downsides اخفاقات، negatives اللي هي جايه من كلمه نيجاتيف بمعنى الضد او الحاجه اللي هي السلبيه، ولا bad effects الاثار السيئه. الكلمتين اللي يعملوا مضاد مع disadvantages هما merits و upsides. الجملة التانية بيقول لك فيها I don't agree with your extreme ideas، أنا لا أتفق مع أفكارك المتطرفة. طيب ماشي، the adjective extreme، extreme معناها متطرف. In this context is a synonym of، مرادف لإيه؟ كلمة متطرف هنا مرادف لإيه؟ severe قاسي، moderate متواضع معتدل يعني، exaggerated فيها مبالغة شديدة جدا، نورمال طبيعي، ويوجوال بمعنى عادي او معتاد. كلمه اكستريم متطرف تنفع تناسب سيفير وتنفع تناسب اكزاجوريت، ودول الاجابتين للجمله رقم 2. نتحرك مع صفحه 68 عشان نشوف الجمله رقم 3.
واللي برضو هنختار فيها اجابتين. بيقول لك فيها I don't agree with your extreme ideas، رجع لنفس الكلام او الجملة اللي عدت ايه جايبها الى حد ما شبهها. طيب the adjective extreme in this context، بس المرة دي عايزها antonym، عايزها مضاد. المرة اللي عدت كان عايزها ايه؟ كان عايزها مرادف، دلوقتي عايزها مضاد. طيب severe ولا moderate ولا exaggerated ولا abnormal؟ abnormal معناها غير طبيعي، ويوجوال معناها معتاد. الله، طب ما الكلمات دول هم بس ايه غير لك جاب لك ابنورمال. طيب هنا بقى اكستريم متطرف هتكون مضاد لمودريت معتدل، ويوجوال بمعنى عادي او معتاد. الجمله رقم 4 وبرده لسه هنختار فيها اجابتين. بيقول لك ده سيمبتومز اعراض اوف كوفيد 19 للكورونا ربنا يعافينا have become familiar to most people، اصبحت مالوفه لمعظم الناس. طيب we can replace the word familiar with، كلمة familiar اللي هي مألوف ممكن نشيلها ونحط مكانها ايه؟ dear عزيز، close بمعنى قريب، known معروف، strange غريب، common شائع. اللي يساوي كلمة familiar هنا تمام يساويها known معروف ويساويها common شائع. إجابتين في جملة رقم 4. نروح مع جملة رقم 5. consequences، كلمة consequences معناها عواقب او نتائج، يعني gives the meaning of، بتدي معنى ايه؟ نحرك الشاشه شويه بس عشان نشوف بدل العلامه السوداء اللي ظاهره دي. consequences ممكن تدي معنى ايه؟ reasons اسباب، لا احنا بنقول ان consequences معناها نتائج، طيب يبقى اسباب مش هتنفع. causes اسباب برضو مش تنفع. roots معناها جذور. effects تاثيرات، و results نتائج. يبقى هناخد لها effects وهناخد لها results، لان احنا قلنا consequences معناها نتائج او عواقب، والنتيجة هي الحاجة النهائية للشيء، يبقى effect ده تأثير، والتأثير ده عبارة عن حاجة نهائية للشيء، وresult النتيجة بتديني نفس المعنى. نتحرك مع تدريب رقم 2 في الميني تيست الثاني، والمرة دي هناخد إجابة واحدة. increasing air pollution، جاب الجملة اللي عدت من شوية اللي هي زيادة التلوث في الهواء، is one of the disadvantages، واحدة من عيوب هذا المصدر this factor. تمام، the word disadvantages كلمة عيوب can be replaced by، ممكن استبدلها بيه، نبقى عايزين لها كلمه واحده بديله. ناخد لها merits مميزات، upsides نجاحات، downsides اخفاقات، positives اللي هي الحاجات الجيده. لا هنا بقى هناخد downsides، يبقى انا الديسادفانتجز عندي كانها downsides. سبب اقول لك فيها اونلاين از تو اوفلاين از كذا از تو كوزز، يعني ايه؟ اونلاين معناها متصل بالانترنت، اوف لاين معناها منفصل انترنت، يبقى كده ده معناه ان الكلمه دي عكس دي، صح؟ جميل جدا. يبقى هو عايز ان هو كلمه تبقى عكس كلمه كوزز، ماشي كويس خالص. تعال شوف كده الاجابات اللي جايبها، هجيب لك ريزلتس معناها نتائج، افكتس معناها تاثيرات، سورسز معناها مصادر، وريزونز معناها اسباب. اول حاجه تعال نشتغل بفكره الاسقاط، يعني ايه الاسقاط؟ ان انا هلغي هوقع اجابات. طب كلمه ريزونز اسباب هتلاقيها زيها زي كوزز فخلاص مش هتنفع. sources مصادر، مصدر الشيء يعتبر سبب لوجوده، خلاص يبقى برضه زيها ايه مش هتنفع. يبقى احنا كده وجعنا الاجابتين دول. تعالى للاثنين دول نختار مين فيهم؟ هنختار الاثنين، يعني انا هاخد دي اجابه وهاخد دي اجابه. الله 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 يا مستر، ايه اللي انت بتعمله ده يا مستر؟ ما تزعلش يا سيدي، شويه صبر وتعالى نرجع لجدول المترادفات اللي جابها الكتاب. انا مش هختار حاجه من عندي، ادي جدول المترادفات قدامك اهو، صح كده؟ هو جايب لك ايه هنا؟ هو مش هي دي اللي احنا شغالين عليها اهي، الوحده اللي احسن حد يقول المستر جايب لنا حاجه مش موجوده. شايف كلمه consequences؟ الكتابه هو اللي جايبها، والله مش انا جايبها. على انها ايه؟ جايبها على انها synonym مع مين؟ جايبها على انها synonym مع results و effects، صح؟ واحنا لسه حلينا في جمله 5 في الميني تيست الثاني. شفت دي خلاص بعينيك؟ شفت ان consequences المترادف بتاعها results و effects، consequences معناها ايه؟ نتائج. ايه المرادف ليها؟ results و effects. يبقى results و effects هنا حسب الكتاب بتاع المعاصر ان هم يساووا بعض، حلو؟ اصبر شويه، خليك معايا على نفس الصفحه، انزل كده لتحت شويه. الكتاب نفسه المعاصر جايب ان كلمه consequences متضاده مع مين؟ مع causes، صح كده؟ حلو، يبقى بالقياس، ها بالقياس هتلاقي ايه؟ هتلاقي بما ان الكلمتين دول consequences عكس causes، خلاص؟ يبقى المنطقي، المنطقي ايه بقى؟ ها الاجابه تمشي بالشكل ده اللي احنا اخترناه من شويه، ان انا اعتبر معانا احنا جمله رقم كام احنا شغالين عليها؟ احنا كنا شغالين على الجمله اهي يا سيدي الجمله، ماشي. وكمان فرصه نوريها الجمله 5 consequences بتدي نفس المعنى، هي effects و results، حلو خالص ده، والله احنا جايبينه من الكتاب.
تمام؟ يبقى لما يقول لي عايز كلمة تكون عكس كلمة causes هلاقي إن results و effects الاتنين ينفعوا. الله يا مستر، طب أنت إزاي هنختار إجابتين؟ والله إحنا هنا هو مضطرين نقول إن كان من الأفضل إن يبقى موجودة واحدة بس منهم، إما results أو effects ما يجيبش الإجابتين زي ما هو حاصل قدامك. والإجابة اللي إحنا خدناها دي إحنا مجبرين عليها، ما ينفعش يكون حاجة موجودة في نفس الكتاب ونروح نجاوبها بطريقة خطأ. تيجي أنت بعد شوية يا مستر، ما الكتاب يا مستر جاب من شويه ان كلمه كذا تساوي كذا، ازاي انت هتحلها كده؟ والله انا معلومه موجوده قدامي بفسرها لك عشان تقدر تستوعبها بطريقه جيده. نتحرك مع الجمله رقم 8 واللي بيقول لك فيها: A lot of people in Cairo use the underground. العديد من الناس في القاهره بيستخدموا underground. underground مقصود بيها المترو شباب. حلو كده؟ تمام ماشي. تو جيت اراوند، جيت اراوند معناها يتجول، يسافر، يتحرك، يعيش حياته، يعني يروح من مكان لمكان. طيب ذا فريزل فيرب جيت اراوند، خلاص احنا قلنا بمعنى يتجول او يسافر. طيب مال ان ذس سنتنس مين، معناه ايه؟ معناه ايه في دول؟ ترافل يسافر، ولا اوفر كام يتغلب على، ولا جيت اوفر يتغلب على برضه؟ لا، بما ان احنا قلنا جيت اراوند يسافر، يبقى المعنى الوحيد اللي يناسبها هو ترافل. الاجابه صحيحه في جمله رقم 8. نتحرك مع الميني تيست الثالث، وده موجود على صفحة 69. طبعا ده هيبقى جاي على الدنيا اللي انت شايفها قدامك دي، اللي هي expressions, idioms, prepositions، اللي هي التعبيرات والعبارات والمصطلحات والدنيا دي كلها، وجمل من واحد لاربعة هناخد فيهم اجابتين والباقي هناخد فيه اجابة واحدة. وبسم الله على بركة الله نبدأ. No one can argue. لا احد يستطيع ان، كلمة argue المعنى الحرفي ليها يجادل في كذا او يقول كذا يعني. Helping the poor, the poor is not a must. ان مساعده الفقراء ليست ضروره. نقول ايه بقى؟ ارجو ايه اللي ينفع معاها من ده؟ ينفع معاها that ولا about ولا with ولا on ولا no word؟ no word يعني مش هنحط، يعني انا حطيت نكتفي. no one can argue ماشي that، والاختيار الثاني خلاص كده ما فيش واحده ثانيه تنفع. هناخد that وهناخد no word ماشي؟ خلاص يبقى عشان تبقى ايه؟ no one can argue that helping the poor is not a must، او ممكن نقولها No one can argue helping the poor is not a must. معنى الجملة: لا أحد يمكنه أن يجادل في أن، في أن مساعدة الفقراء ضرورة. اتنين بيقول لك فيها: I don't know how they have found. أنا لا أعرف، ما أعرفش والله كيف هم found. أصبر عليا مع كلمة found، مش هنترجمها دلوقتي لما نلاقي باقي الجملة عشان نشوف. The secret plan. Secret plan اللي هي الخطة السرية. طيب found ايه كده؟ found in ولا out about ولا up with ولا information about ولا down into؟ عندك حاجه شباب اسمها found out about، اللي هي مصدرها find out about بمعنى يكتشف او يجد معلومه عن. ليها بديل تاني اللي هو find ده المصدر، ودي found اهي found information about، الاثنين واحد. يعني لو قلت found out about زيها زي found information about بمعنى اكتشف او عرف المعلومات عن هذه الخطه السريه. تقول لك this موبايل از، الموبايل ده ايه بقى؟ ماين. طيب ماشي، الموبايل ده كذا ليه؟ بتاعي. ماله يا عمي؟ اقول ايه؟ اقول سو ماين ولا different to ولا different from ولا a difference to ولا a difference from؟ طيب different، طب سو معناها لذلك او لكي، different to معناها مختلف عن، وديفرنت فروم زيها، يعني حرف الجر ما ادانيش فرق في المعنى العربي. A difference معناها اختلاف، مش مختلف، different دي صفة، إنما difference اختلاف ده اسم. A difference from برضه نفس الفكرة، برضه اسم. طيب يبقى أنا أقول إيه؟ This mobile is verb to be محتاج وراه صفة، يبقى different أو different to أو different from، عشان تبقى جملة على بعضها. This mobile is different to mine أو different from mine، هذا الموبايل مختلف عن بتاعي. سواء جبتها بي تو أو بي فروم مفيش مشكلة معايا. أنا حركت الشاشة شوية بس عشان نشوف الجملة رقم 4 اللي فيها اختيارين برضه. Good thinking، التفكير الجيد، helps me، يجعلني إيه بقى؟ أو بيساعدني على إيه؟ My problems، مشكلاتي. طيب يبقى for ولا to ولا to find solutions to ولا from ولا with؟ أنا هاخد إجابتين. هقول good thinking helps me to find solutions، يبقى التفكير الجيد يساعدني على إيجاد حلول لمشكلاتي، أو ينفع أقول helps me with، يساعدني مع مشكلاتي. المقصود بالمساعدة مع كذا معناها انه برضه بيساعده في ان هو يجد لها حلول. نتحرك مع الجزء الثاني من الميني تيست الثالث، واللي المرة دي هناخد فيه إجابة واحدة. الجملة 5 بيقول لك ايه؟ The new decision is seen.
القرار الجديد سين. سين هنا المعنى الحرفي ليه بمعنى ينظر إليه على إنه كذا يعني. A step خطوة towards developing education، خطوة تجاه تطوير التعليم. طيب يبقى السين إيه ده؟ by ولا as ولا from ولا on؟ السين as بمعنى ينظر له ك أو ككذا يعني، تمام؟ طيب نتحرك مع صفحة 70، عليها تكملة الميني تيست الثالث، وهي تحديدا الجملة رقم 6 فيها the plane has made it. plane اللي هي الطيارة، has made الطائرات عموما يعني. has made it easier for travelers to get، جعلت من السهل للمسافرين to get ايه؟ ايه حرف الجر اللي يناسب هنا؟ on ولا off ولا around ولا up؟ get around بمعنى يتنقل، يسافر، يتجول، زي ما انت عايز تقولها بالعربي، ادينا قلنا لك كذا معنى. سابقا فيها the government plans، الحكومة بتخطط to change this desert area، انها تحول هذه المنطقة الصحراوية كذا a new town، عايز اقول لك تحولها الى. طيب المهم عندي change هنا حرف الجر بتاعها ايه؟ over ولا by ولا into ولا from؟ change كذا into كذا، هيحول كذا الى كذا. تمام بقول لك فيها I have، ماشي ايه يا عمي؟ interest in watching football matches، انا عايز اقول لك انا عندي يعني ماشي او كذا، هنشوف هنشوف الكلمة اللي جاية ايه. interest معناها اهتمام في مشاهدة مباريات الكورة، because ليه يا عمي؟ لأن of blind fanaticism، وقال لك عليها بالعربي اللي هي معناها التعصب الأعمى among fans. يبقى الشخص ده بدأ يعني ايه، بدأ اهتمامه بموضوع الكورة ده يقل او خلاص ما بقاش موجود يعني. طيب I have ايه بقى؟ had ولا got ولا lost ولا gained؟ المعنى اللي يفيد الجملة اللي معايا، اديني اللي انا اقول ايه، خلاص انا فقدت اهتمامي بمشاهدة المباراة. ليه يا عم بقى في تعصب؟ كل واحد بيشجع فريق متهيئ له ان انت لو قلت كلمة ضد الفريق بتاعه ده عايز يقوم يعني يخبطك في الحيط. طب ليه يا عم؟ الله الغني، بلاش بطلناه. تسعة بقول لك فيها I am sure that prices will go، انا متأكد ان الاسعار هتحصل لها ايه؟ after COVID 19، بعد الجائحة بتاعت كورونا ربنا عافينا pandemic. that's good، حاجة كويسة، يبقى ده معنى الأسعار هتطلع ولا هتنزل، يبقى أكيد هتقل. طيب تمام، for customers للزبائن، حاجة حلوة للزبائن. طيب يبقى الأسعار بقى إيه بقى؟ go down ولا go up ولا go over ولا go off؟ go down، الأسعار هتنخفض أو تقل، بما إنه بيقول لك ده خبر صار، خبر صار يبقى ده معناه إن هي هتقل مش هتزيد. طيب نتحرك مع الجملة رقم 10، بيقول لك فيها are you، هل أنت؟ إيه يا عم هل أنت إيه؟ or against، هل أنت كذا ولا ضده؟ the last decision، القرار الاخير، يبقى عايز اقول لك انت معاه ولا ضده. طب يجيبها بايه بقى؟ from ولا for ولا without ولا into؟ انت عندك حاجه اسمها for or against، for معناها مع، against معناها ضد، انت مع القرار ولا ضد؟ امال ايه؟ for the decision او against the decision، انت معاه او ضده. حاجه بقول فيها his ideas seem، افكاره تبدو ايه بقى؟ تبدو extremely ظرف ولا extremely؟ extremely معناها بطريقه متطرفه، extremist الإنسان المتطرف، extremism التطرف، extreme معناها متطرف، ودي برضه شكل الصفة. طيب أنا عايز أوصف الأفكار ولا حاجة غير كده؟ عايز أوصفها. his ideas seem extreme، يعني أفكاره تبدو متطرفة. 12 بقول لك فيها I'll do my best to get around this problem، أنا هبذل قصارى جهدي عشان get around، هنا مش هتيجي بمعنى يتجول، مش هتنفع. هقول لك انا هبذل قصارى جهدي عشان اتجول حول هذه المشكله، يعني ايه يتجول؟ يعني يحط المشكله ويلف حواليها كده؟ لا ما ينفعش، هو كده المشكله عايز يتخلص منها، عايز يحلها، عايز يتغلب عليها. يبقى هنا هو الفريزال فيرب جيت اراوند معناه ايه؟ ترافل يسافر ولا رايف يصل ولا اوفر كام يتغلب على ولا انفنت يخترع؟ ايه كده معناها اوفر كام بمعنى يتغلب على، لان المشكله محتاجه حل مش هتلف حواليها. طيب نروح للميني تيست الرابع، وده موجود على صفحه 71، وده عنوان واضح جدا شغال لك على الديريفيتيفز، المشتقات اللي كانت في الجدول اللي في الصفحه اللي قبله على طول. مشتقات يعني الفعل والاسم والصفه لحد الاخر. طيب ماشي يا سيدي، اول جمله بيقول لك فيها، بيقول لك ايه؟ This type of poultry، النوع ده من الدواجن ماله عم، is not natural، مش طبيعي، يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه انه متهجن. تمام؟ It is انه ايه؟ عايز له صفه انا كده. From different types produced in laboratories، من انواع متنوعه تم انتاجها في المعامل، يبقى ايه بقى؟
هاي بيرد اللي قدامك دي ملهاش، مش انجلش اساسا. هو جاب حاجتين، جاب هاي وجاب معاها بيرد. بيرد كلمه بيرد لوحدها دي معناها لحيه، هو يعني جمع حروف مع بعضها عشان يلاقي كلمه رابعه تديله اختيار. انت عندك هايبريد اللي هي هجين، هايبردايز يعمل هجين يهجن، ماشي، بيستخدمها كفعل. هايبردايزيشن ودي احنا قلنا عليها عمليه التهجين ذاتها، لا هو عايز صفه هايبريد اللي هي هجين. اجابه صحيحه في الجمله رقم واحد. نقول لك فيها ساينس ولا من هم يا عمي؟ This type of poultry has a نوع من الدواجن in laboratories في المعامل from different types من انواع مختلفه. طيب هايبريد الكلمه اللي احنا قلنا مش تبعنا اساسا، وعندي هايبريد اللي هي هايبريد احنا قلنا عليها هجين من شويه، هايبردايز يهجن يعمل ده الفعل كده، وهايبردايزيشن اللي هو عمليه التهجين ذاتها، انا عايز الفعل هايبريد هايبردايز هايبردايز ماشي. دي هي الفعل من كلمه هجين، من الصفه هجين، يبقى ده يهجن. تمام، نتحرك مع الجمله رقم 3، ودي برضه لسه بتحكي في فكره التهجين والكلام من ده. فبقول لك فيها this type of poultry is produced by، ماشي، ايه بقى؟ of different types in laboratories، ماشي، بيقول لك هذا النوع من الدواجن تم انتاجه، is produced by، تم انتاجه بواسطه كذا. عايز اقول لك بقى ايه؟ بواسطه التهجين، العمليه ذاتها اللي هي الاسم نفسه. يبقى هايبرد بقى مش تبعنا، هايبرد اللي هي كلمه هجين، هايبردايز الفعل يهجن، هايبردايزيشن اللي هي عمليه التهجين ذاتها، هي دي by hybridization of different، من خلال عمليه التهجين، ودي الاجابه لجمله رقم 3. نتحرك مع جمله رقم 4 ونبعد شويه عن موضوع التهجين ده، ونخلي قدامك الحضري، وده طبعا بيتكلم يقصد بيها عصام الحضري، ماشي. is to all Egyptians، عايز اقول لك ان عصام الحضري ده شخصيه معروفه كل المصريين. طيب نقول ايه؟ familiar دي صفه مألوف، familiarity اللي هي ده الاسم منها، اللي هي بيقول التالف مع الشيء او الالفه يعني، ستريس معناها ضغط، وستريسفول بمعنى ضغط. عصام الحضري is familiar، مألوف بالنسبه لي كل المصري، عايز اقول لك معروف يعني. طيب 5 مع عصام الحضري برضو، الحضري has great، الحضري عندي ايه بقى؟ عظيم بقى to all Egyptians، لكل المصريين. familiar مألوفة ولا familiarity الفه؟ الفه يعني عايز اقول لك الناس عارفاه يعني، ستريس ضغط وستريسفول ضغط. هاز جريت فاميلياريتي، الفاميلياريتي بتاعته عاليه عند المصريين. 6 بيقول لك فيها ساينس، هاف العلماء ايه يا عمي؟ A lot of things، كثير من الاشياء that help people، اللي بتساعد الناس live better، يحيوا حياه افضل. العلماء عملوا ايه بقى؟ هاف ايه؟ invent كده وكده، وعايز مضارع تام. تمام؟ طيب ادي هاف موجوده، يبقى انا عايز ايه؟ تصريف ثالث. طب اقول invent، ده مصدر للفعل. invented هي تصريف ثالث. inventors المخترعين، ما inventions الاختراعات. have invented مضارع تام، اجابه صحيحه في الجمله رقم 6. 7 برضو بيكمل في نفس الفكره، ساينس ار ذا، العلماء هم ايه؟ كده انا عايز لهم ايه بقى؟ عايز لهم اسم، لان ذا هي موجوده، انا عايز اقول ان العلماء هم كذا، عايز الاسم بتاعهم. تمام، of a lot of things، لاشياء كثيره that help people live better، بتساعد الناس ان هم يعيشوا حياه افضل. invented ده فعل، invented ده الماضي منها، inventors مخترعين، وinventions اختراعات، العلماء هم المخترعين inventors. طيب هنا بقى science many، ايه بقى اللي يخص العلماء؟ الاختراعات بقى، help people live better، يبقى invent اخترع، لا invented ماضي منها، لا inventors المخترعين، انا عايز inventions الاختراعات، اجابتنا في الجمله رقم 8. يعني حاجه جميله بيعملها كتاب المعاصر لما بيشغل الكلمه الواحده، يعني احنا عملنا 4 جمل على موضوع الاختراع والاختراعات والمخترعين، من الجمله 6 لحد الجمله 8، 1، المهم قدامك مجموعه جمل شغاله معانا. نتحرك مع الجمله رقم 9، ماشي، وكمان معاها نشوف رقم الصفحه، بيقول لك فيها I need someone، انا في حاجه لشخص ما كذا يعمل كذا. This research into English، هذا البحث الى الانجليزيه، يبقى انت كده عايز فعل. Translate وترجم، translation ترجمة، translator مترجم، وترانسليتد مترجم، أو تنفع ماضي. المهم إيه؟ هنقول to translate عشان يترجم كذا إلى كذا. طب I need a، هنا اختلفت بقى، هنبقى عايزين الاسم بقى، عايزين مترجم to help me with this research، يبقى translate لأ، translation لأ، أنا عايز translator، أنا عايز مترجم. طب
I need someone to help me with the. كده انا عايز الترجمة اللي هي الاسم. الله، طب ما انت قلت لنا ترانزليت ده اسم. اه ماشي، اسم الشخص اللي بيقوم بالشيء، لكن كده انا عايز اسم الشيء نفسه، يبقى انا عايز ايه؟ ترانزليشن اللي هي الترجمة ذاتها. خلاص، يبقى اتحركنا مع الفعل ترانزليت، اتحركنا مع المترجم ترانزليتور، واتحركنا مع كلمة ترانزليشن اللي هي الترجمة ذاتها. طيب النشرة اللي فيها جي بي اس، يعني قلنا ايه؟ نظام تحديد المواقع. ماله يا عم؟ هيلبس ترافلرز، بيساعد المسافرين، بيساعدهم في ايه؟ ان سترينج بليسز، في الاماكن الغريبه. طيب يبقى انا عايز فعل بيساعدهم ان هم يتجولوا، يتحركوا، يسافروا، تمام، يحددوا موقعهم. يبقى نافيجيت الفعل، ولا نافيجيت الماضي منها، ولا نافيجيشن العمليه نفسها، عمليه الابحار في المكان واللي هي تحديده والكلام ده، ولا نافيجيتور اللي بيقوم بالعمليه دي. لا، هيلبس ترافلرز نافيجيت، اجابتنا في 12. طب ولا فيها الجي بي اس برضو، هيلبس ترافلرز ويز ايه؟ اختلفت بقى هنا، بقى في عندي حرف جر موجود، يبقى انت كده عايز وراء الاسم عشان اكمل سترينج بليسز، يبقى نافيجيت يبحر. لا، نافيجيتد الماضي منها، لا، ويز نافيجيشن اللي هو الابحار او تحديد موقع المكان اللي انت بقى عايز تعرف نفسك فين فيه. نتحرك مع صفحة 73 علشان عليها الميني تيست الخامس، واللي مدي عنوان كلير ذا كونفيوجن اللي هو اجلاء الخلط او ازاله الخلط، او عايز اقول لك ايه الحاجات اللي عامله لك خلط، احنا ايه هنوضحها لك. هقول لك ايه، اي دونت هاف ذات ابلكيشن، انا ما عنديش التطبيق ده اون ماي سمارت فون، في الموبايل الذكي بتاعي. طيب سو اي ام جوينج تو، لذلك انا هعمل ايه؟ اكيد طبعا هحمله ات فروم جوجل ستور، هحمله. طيب اقولها بايه؟ اقولها ابلود، كده انت هتحط على النت، انت هتجيب حاجه من عندك على جهازك تحطها على النت. داونلود عكسها، انت هتنزل من على النت، هتحمل بقى. فايند اوت، يجد او يكتشف، وانفنت، يخترع. احنا قلنا ايه؟ هننزل التطبيق من على الانترنت، يبقى نعمله ايه؟ بقى نعمله داونلود. طيب نحرك الشاشه شويه عشان نشوف الجمله الثانيه، واللي بيقول لك فيها اي ويل، وجيب لي فراغ، ذيس فايل تو ماي ويب بيج، انا كذا هذا الملف على الويب بيج بتاعتي، الصفحه بتاعتي. كده انت بقى هتعمل عمليه عكس اللي عدت، هتضع شيء على الانترنت، يبقى بنقول عليها هيرفعه على النت. يبقى ابلود ولا داونلود ولا فايند اوت ولا انفنت، احنا الكلمات دي كلها لسه مترجمينها في الجمله اللي عدت. هناخد ابلود بمعنى يضع على الانترنت، يرفع على الانترنت، زي احنا بنرفع لك فيديوهات من القناه على النت عشان انت تشوفها. انت تقول لك فيها تيل مي ذا تروث، قول لي الحقيقه. دونت راي تو كذا ستوري، عايز اقول له ما تخترعش، يعني عندناش قصه، قول لنا الحقيقه ايه. يبقى ابلود ولا داونلود ولا فايند اوت ولا انفنت، ما تخترعش قصه، قول الحق. هبقول لك فيها وين اي ارايفد هوم، عندما وصلت للبيت، ايه يا عم اللي حصل؟ اي كذا ذات اي هاد ليفت، انا عايز اقول لك اكتشفت يعني ان انا تركت ماي موبايل فون ان ذا اوفيس، ساب الموبايل في المكتب. يبقى ابلود، ابلودد ولا داونلودد ولا فاوند اوت ولا انفنتد، طبعا فاوند اوت بمعنى اكتشف، اجابتنا في جمله، في جملة رقم 4. نتحرك مع جملة رقم 5، واللي بيقول لك فيها Some of the journalists don't speak French، بعض الصحفيين مش بيتكلموا فرنساوي، تمام. So I gathered the minister's speech to them، ولذلك أنا عايز أقول لك ترجمت لهم، يعني ترجمت لهم إيه؟ حديث الوزير. طب قولها بترانزليتد ولا انتربريتد ولا كوميونيكيتد؟ ترانزليتد معناها ترجمة، ترجمة مكتوبة. انتربريتد ترجمة بيقولوا عليها فورية. طب ما كده الاثنين ينفعوا، يبقى هتروح للاختيار الأخير A و B مع بعض. كده الشباب يكون انتهى الميني تيست اللي جاي على الفوكابلري، 5 ميني تيست كانوا جايين على الفوكابلري بتاع الوحدة 8، لكن إن شاء الله لسه لا يزال لدينا العديد والعديد من بتاعك. إن شاء الله انتظرنا في المزيد مع معلم خبير اللغة الإنجليزية مستر أستاذ عزت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.